يقول السائل: أديت فريضة الحج وكنا 7 أفراد وذبحنا جمل قبل العيد بيومين، فما رأي الشرع في ذلك؟ نعم. يقول السائل: أدينا فريضة الحج وكنا 7 أفراد وذبحنا جمل قبل العيد بيومين، فما رأي الشرع في ذلك؟ إن كنتم متمتعين بالعمرة إلى الحج أو قارنين بين العمرة والحج يجب عليكم الهدي، والهدي إنما يذبح يوم العيد أو 3 أيام بعده، أيام التشريق. أما الذبح قبل يوم العيد فلا يجزي، فأنتم أخطأتم، ذبحتم قبل وقت الذبح، والعبادات إذا كانت موقتة بوقت لا يجوز فعلها قبله، مثل الصلاة لا يجوز أن تصلى قبل دخول وقتها، كذلك ولا تصح لو صليت قبل دخول وقتها، كذلك الذبح الهدي وقته محدد في يوم العيد أو أيام التشريق 3 4 أيام، يوم العيد و3 أيام بعده، هذا وقت الذبح. فمن ذبح قبله ذبحه غير صحيح، لأنه ذبح قبل الوقت. فعليكم الذي يقدر يذبح فدية قضاء يذبحها، الذي يقدر على الذبح قضاء يذبح، والذي لا يقدر يصوم 10 أيام.